ألا تعلم ما فعله مع صحابة رسول الله؟ عزل نفر منهم وجعل أقاربه ولاة عليهم، وكان يعطيهم من بيت مال المسلمين. أتم الصلاة في السفر ولم يتمها قبله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر. أحمى الحمى، ضيق على المسلمين، وجعل أرضا واسعة خاصة لرعي إبله. رد الحكم بن العاص بعد أن طرده رسول الله إلى الطائف، وأعطى ما أفاء الله به إلى ابن أبي سرح. لقد حرق المصحف، المصحف! لا أصدق أنك أنت من تقول هذا يا قطري، ممن سمعته؟ أتصدق؟ ألا أقول الحق؟ بل الباطل، كل الباطل.